مبارك وعساكم من عوادة العيد كل سنة وكل حال. أرحب بكل اللي قاعدين يتابعونا عبر شاشة تلفزيون دبي وعبر البث المباشر على حساب التلفزيون على تيك توك. محلى العيد ومحلى فرحة العيد ومحلى لمة العيد. اليوم عيد وأنا وعدتكم بحلقة غير، فاسمعوني يا جماعة الخير، شروط اللعبة اليوم مختلفة. أمس وصل المبلغ في الخزنة للثلاثة وخمسين ألف درهم، واليوم بما أن عيد فإحنا راح نزيد على الخزنة 100 ألف درهم، يعني 53 ألف زائد 100 ألف راح يصير للخزنة 153 ألف درهم. هي هي صدقوني الجائزة الكبرى في آخر كلام وفي أول أيام العيد 153 ألف درهم. واليوم راح نتعرف على المتصلين بطريقة مختلفة وراح نشوفهم ونسمعهم صوت وصورة. 6 مشتركين راح يكونون معنا عبر تقنية زوم وراح يخوضون جولات متتالية لتخمين الرمز الصحيح للخزنة. باختصار كل مشترك راح أطرح عليه سؤال واحد، إذا جاوب صح ينتقل مباشرة إلى الخزنة ويحاول يخمن الرمز الصحيح، إذا ما صاب الرمز ننتقل للمشترك الثاني ونسأله سؤال ويخمن الرمز، وبعدين للمشترك الثالث سؤال يخمن الرمز، إليه ما حد يخمن الرمز الصحيح ويفتح الخزنة ويربح الجائزة الكبرى. وفي حال ما جاوب المشترك على السؤال بشكل صحيح يخسر فرصة المحاولة في فتح الخزنة. يعني اليوم يا جماعة الخير ما في مالتي بلاير، لا راح تغنوا له ولا راح يغني لكم، سؤال واحد وتدخلون دايركت على الخزنة. باي باي مالتي بلاير. والرمز ثبت من أمس، 6 كودات انقالت غلط فحاولوا لا تكررونها، يعني باقي 18 كود واحد منهم هو الصح. أما الأرقام بترتيبها العشوائي فهي 3 4 8 9. يا جماعة الخير والحين شو رايكم نتعرف على المشتركين الست اللي معانا واللي واحد منهم راح يفوز بالجائزة الكبرى. والمشتركين معانا اليوم هم منار فيصل من البحرين، مساء الخير. مساء النور، شخبارك؟ الحمد لله زينة يا منار. وعدنا سندس رمضان من الإمارات، هلا مساء الخير. حيا الله حيا الله بسندس. وعدنا نور سعد من العراق، مساء الخير. أهلا يا نور. الحمد لله بخير. وأيضا عدنا نيرة محمد من مصر، مساء الخير، كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وكذلك عندنا احمد طاهر من العراق، حيا الله باحمد. اهلا وسهلا. واذا كذلك ما ننسى ليث حسين من البحرين، مرحبا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة. كل عام وانتم بخير وفالكم جميعا الفوز. واحد منكم راح ياخذ اليوم اكبر عيديه من تلفزيون دبي 153 ألف درهم، واما الباقيين فراح يفوزون ان شاء الله ب 5000 درهم. قلت لكم حلقه الغير حلقه العيد غير، قلت لكم انكم راح تفرحون وتستانسون معانا وانا عند كلامي. فشو رايكم نبتدي الحين باللعب؟ جاهزين منار؟ يا منار نبدا معاك اول سؤال. هلا مساء الخير يا منار. مساء النور. اهلا وسهلا يا منار، ناويه الفوز؟ اهلا فيك ان شاء الله. ان شاء الله ندخل على السؤال دايركت. يلا يلا نشوف. شوفي السؤال الحين اغنيه خلينا نسمعها وبعدين اسالك ان شاء الله. لعبتي
يلا. يعيدها لفرحته لما الشمل في جيته محلى هوا صبحيته كل عام. والسؤال يقول يا منار، ما اسم هذه الأغنية للفنان ماجد المهندس؟ فرحة العيد، العيد جانا، أو مرحب مرحب. قولي فرحة العيد. فرحة العيد، ثبتولها يا جماعة. والجواب صح يا منار. الحين نجرب الخزنة ونخمن الرمز السري. أرقام الخزنة الليلة هي 3 4 8 9. شو تقولين يا منار؟ عطيني الرمز السري للخزنة. 8 4 9 3. 8 4 9 3. 8 4 9 3. يلا نشوف. 8 4 9 3. نشوف إذا كان الرمز صحيح أم غلط مع منار. الرمز غلط يا منار. بنرجع لك، خليك. راح ننتقل على المتسابق أو المتصل الثانية. من وين؟ نور سعد من العراق. يا نور مساء الخير، عيدك مبارك يا نور. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتي بصحة وسلامة عزيزتي. يسعدكم. متحمسة يا نور؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. نسمع السؤال دايركت. نعم يلا ندخل على السؤال دايركت. السؤال يقول: ماذا تعني الغبقة في دولة الكويت؟ وليمة بين الفطور والسحور أو العيدية والهدايا؟ ماذا تعني الغبقة في دولة الكويت؟ بسرعة. وليمة بين الفطور والسحور؟ ثبتولها يا جماعة. والجواب صح. يلا يا نور نجرب حظنا مع الخزنة. أعطيني الرمز السري للخزنة. نور ماشي. يلا يا نور. تمام. 4 4 8 8 3 3 9 4 8 3 9. هل هذا الرمز صحيح أم لا؟ الحين راح نعرف بعد شوي. نقول بسم الله. ها يا نور شو حاسة؟ ان شاء الله كل خير. ان شاء الله هي بكل الاحوال خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. المهم المشاركه. الله يسعدك ويسلمك. الله يسلمك. افا الرمز غلط. نور خليك معانا، بنرجع لك ونشوف المتصل الثالث. المتصل الثالث سندس. يا سندس من وين سندس؟ هلا هلا يا مرحبا. حيا الله. من الامارات يا سندس. هي سندس ناوية على الخزنة ولا لا؟ تفتحينها اليوم؟ ان شاء الله ان شاء الله. فيها 153 الف درهم. تراهن حلوات، وايد حلوات. ان شاء الله عسى الخير يا رب. يا رب ان شاء الله فالك الفوز. والسؤال ترى وايد سهل، والسؤال اللي حولنا ترى مش بعيد، بس جاوبي بسرعة. السؤال يقول: ما هي الحلوى التي تشتهر بها دولة الإمارات؟ القيمات أو الكنافة؟ القيمات. القيمات. هي القيمات. ثبتولها يا جماعة. ثبتولها. والجواب صح. يا سندس يلا عطيني الرمز الصحيح للخزنة. قولي بسم الله وتفائلي. إن شاء الله بسم الله. بدينا. أتوقع 3 3 4 4
تسعة ثمانية أربعة ثلاثة تسعة ثمانية ثلاثة أربعة تسعة ثمانية. يا رب إن شاء الله فالك الفوز يا سندس. نشوف الرمز غلط يا سندس. نشوف الحين المشترك نيرة محمد من مصر. نيرة يا نيرة ازيك؟ كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة يا حبيبتي. عاملين ايه اجواء العيد ايه في دبي؟ ان شاء الله الاجواء العيد في دبي حلوة. خبريني كيف اجواء عندكم في مصر؟ اجواءكم كيف في العيد؟ جميل. أجواءنا في مصر غير. إن شاء الله يا رب عقبال كل سنة وكل حول تكونين بين أحبابك وأهلك يا رب. طيب جاهزة للسؤال يا نيرة؟ عاوزين نفتح الخزنة مش عاوزين نضيع وقت. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. طيب نشوف السؤال. في أي بلد تستضيف كل أسرة يومياً محتاج على طاولة الإفطار؟ نيجيريا، موريتانيا. نيجيريا إن شاء الله. ثبتولها يا جماعة والجواب صح. ويلا على الخزنة. عطيني الرمز يا نيرة. طيب إن شاء الله تسعة. ها تسعة ثلاثة تسعة ثلاثة ثمانية ثمانية أربعة إن شاء الله. ها تسعة ثلاثة ثمانية أربعة. طيب هذا رقم انقال قبل يا نيرة وهو الكود غلط. ممكن تنزلي اعطيني رقم. ممكن تنزلي الهرمون تسمع. انا ما اسمعها. الشاشه بتاعت الارقام ممكن اشوف. قولي كتبته ما كان موجود. الشاشه بتاعت الارقام ممكن تنزليها قدامك الغلط. هذه امامك على الشاشه. صوري الشاشه عشان تتذكرين. هذه كل الكودات اللي انقالت غلط. انا كتبتها. يلا يا نيرة اعطيني رمز صحيح للخزنه. المختارين نيرة يلا المختارين. ماشي وقت يا نيرة لازم تعطيني الرمز. ثمانية 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 ثلاثة ثمانية ثلاثة أربعة تسعة ثمانية ثلاثة أربعة تسعة. نشوف إذا كان الرمز صحيح أم غلط. هل راح تفوز معنا الجائزة الكبرى نيرة محمد من مصر؟ إذا لا راح نحول على المشترك الرابع. الرمز غلط يا نيرة بس خليك معنا راح نرجع لك ونروح الحين. أحمد طاهر من العراق حي الله. هلا سهلا حياكم الله. مرحبا وسهلا كيف حالك؟ وانت بخير الله يسلمك. يا احمد جاهز؟ سؤال دايركت. جاهز. يلا بسم الله. السؤال يقول اي دوله يقوم سكانها بطلاء منازلهم لاستقبال شهر رمضان؟ اليمن او الكويت؟ اليمن. متاكد؟ والكويت. ثبتونك قبل لا تقول متأكد ما يبونك تخسر يا أحمد. يلا يا أحمد نجرب حظنا مع الخزنة. عطني رمز نشوف حظك حلو ولا لا. هل راح تصيب الرمز السري أو الصحيح للخزنة؟ قول يا رب. يا رب. ثلاثة ثلاثة تسعة تسعة أربعة أربعة ثمانية ثلاثة تسعة أربعة ثمانية. نشوف
إذا كان الرمز صح أو غلط. 3 9 4 8 أفا غلط. نروح ليث حسين من البحرين، حي الله بهالبحرين. ليث تسمعني؟ يا ليث يا ليث وينك؟ صوتك يا ليث. مرحبا وسهلا. إذا حاط ميوت شل الميوت. مرحبا وسهلا يا ليث، أنا أسمعك. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، حي الله حي الله. ليث ليث ناوي على الخزنة؟ بتاخذ الفلوس ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ساعديني عاد. والله الود ودي، بس الرقم الخزنة مو بعندي. يلا محطوط في ظرف. السؤال ساعديني. زين السؤال سهل ترى. يلا نبدأ ندخل على السؤال. يلا خلنا نشوف السؤال. يلا السؤال يقول: أين أقيمت مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 26؟ احتمالات: قاعة ندوة الثقافة والعلوم دبي، أو ساحة الوصل في مركز إكسبو دبي. أتوقع إكسبو دبي. ساعدينا يا جماعة. متأكد؟ متأكد؟ يا الله. انتهى الوقت وجوابك غلط يا ليث. بس ما عليك ما عليك، بعدك ترى بعدك موجود، انت معانا لين الجولة الثانية. الحين فاصل قصير وراجعين مع المتسابقين، خلوكم معانا او انتظرونا. رجعنا لكم في آخر كلام. 6 مشتركين يتنافسون للفوز بالجائزة الكبرى اللي هي 153,000 درهم. واحد من بين 6 اللي راح يكون الأكثر حظاً وراح ياخذ كل الفلوس اللي في الخزنة: منار، نور، سندس، نيرة، أحمد أو ليث. الحين نرجع مع منار بنفس الترتيب ونسألها ونبدأ المسابقة مع منار من البحرين. وينك منار؟ تسمعيني منار؟ جاهزة للسؤال؟ زين الحين أنا نحن بنعطيك فرصة ثانية عشان تحاولين تفتحين الخزنة. جاهزة؟ يلا نشوف السؤال. يقول: في أي دولة يخرج أهلها في اليوم الأول من شهر رمضان حاملين المشاعل؟ جزر القمر أو قطر؟ جزر القمر. جزر القمر. ثبتولها يا جماعة. والجواب صح. والحين نجرب ونحاول نفتح الخزنة يا منار. يلا منار، أنا الحين أحس أن الاحتمالات صارت وايد بسيطة وعادي تفتح الخزنة مع أي مشترك منكم أنتوا الستة، عادي أي حد يفتح الخزنة. لا خلاص الحين القصة صارت قصة حظ لأن الأرقام قالت وايد الكودات الغلط. 9 3 4 8. قولي قولي كم؟ 9 3 4 8. 9 3 4 8. صارت صار احتمال الفوز جدا وارد لأن قالوا وايد كودات غلط، وطالع عندكم على الشاشة في احتمال كبير بين هالست واحد فيهم راح يربح الجائزة الكبرى اللي هي 153,000 درهم. يا رب فالكم الفوز للجميع. أفا أفا يا منار الرقم غلط. نروح بنرجع لك، نروح للمشترك الثاني نور. نور سعد من العراق. نعم. خلينا ندخل على السؤال. نعم. دايركت. يلا يلا نشوف السؤال. جاهزة؟ نعم جاهزة. يلا نشوف السؤال. يقول: إلى متى يعود تاريخ زراعة نخيل التمور في دولة الإمارات؟
إلى نحو 5000 عام أو إلى نحو 2000 عام؟ إلى نحو 5000 عام. فبتقولها. والجواب صح. يلا يا نور أعطيني الرمز. الرمز 4. 4. 3. 3. 9. 9. 8. 4. 3. 9. 8. يلا نشوف إذا الرقم صح أو غلط. أفا الرمز غلط. نروح الحين مع سندس من الإمارات. سندس يا سندس. ها يا سندس جاهزة؟ جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله فالك الفوز. ونشوف السؤال. السؤال يقول يا سندس أي عاصمة عربية يطلق عليها اسم العاصمة المثلثة؟ الخرطوم أو الرباط؟ الوقت الوقت. الخرطوم الرباط الرباط. آه الخرطوم ولا الرباط؟ هي شو قالت أول شيء؟ الخرطوم. قالت ها غلط. الجواب الصح خرطوم. ليش غلطتي؟ ليش غيرتي أقصد يا سندس؟ ما علي راجعين لك الحين نروح عند نيرة من مصر. فينك يا نيرة؟ موجودة؟ أنا معاكي. طيب يا حبيبتي ندخل يلا على السؤال دايركت. السؤال يقول أي مركز تحتل اللغة العربية عالميا؟ المركز الرابع أو المركز السادس؟ الرابع إن شاء الله. إن شاء الله. ثبتولها يا جماعة. الجواب صح. ونجرب الحين نفتح الخزنة. أعطيني الرمز يا نيرة. طيب نقول 4. 4. 9. 9. 8. 8. 3. 3. 4. 9. 8. 3. هل هذا الرمز صحيح ام غلط؟ الحين راح نعرف. اوريدي الرقم عندي في هذا الظرف. في حال جاوبت صح راح افتح الظرف قدامكم وراح تشوفون الرمز اللي راح يفتح الخزنه. اذا لا راح نروح على المتسابق الرمز غلط يا نيرة. نروح على المتسابق الرابع. احمد يا احمد. احمد من العراق. احمد نعم. طاهر موجود؟ انت موجود؟ اطمن بس. موجود ان شاء الله. طيب أحمد أشوف على الشاشة هذه الكودات اللي انقالت غلط لا تكررها. انتبه. أنا أفضل أنكم تصورون الشاشة. أيوة صور الشاشة عشان تعرف. باقي 10 كودات ما انقالت لكن احتمال 10 كودات احتمال جدا أنك تصيب الرمز وتربح والجائزة الكبرى. وهذا الظرف أبغى أفتح الظرف يا محمد. أحمد يا أحمد طاهر قول يا رب. أنت معاي يا أحمد ولا اختفيت؟ صوتك يا أحمد. أحمد إذا سويت ميوت أو حطيت ميوت بالغلط شل الميوت. أحمد أحمد تسمعني ولا لا؟ نعم. أوكي حلو يلا. السؤال يقول يشتهر شهر رمضان المبارك في البحرين بليلة قرقيعان حيث يقرع الأولاد الأبواب للحلوى أو يغنون في الشوارع. الأولى يقرع الأولاد. يقرع الأولاد والأبواب للحلوى. والجواب صح. والحين الحين الرقم السري يا أحمد. عطني الرمز أبغى أفتح الظرف. أحمد 8-4. 8-4. 3-9. 3-9. 8-4-3-9. نشوف.
الجواب أو الرمز غلط. نروح عند ليث. ليث كان زعلان قبل شوي لأنه ما جاوب صح وما حاول يفتح الخزنة، يا رب الحين تعوضها وتحاول تفتح الخزنة. يا ليث جاهز؟ ليث تسمعني؟ إن شاء الله. يا رب قول يا رب الفوز. ركز على السؤال يا ليث. إن شاء الله يا رب. السؤال يقول يا ليث، ما هي الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية؟ مصر أو الجزائر؟ مصر مصر مصر. ثبتولي يا جماعة. والجواب صح يا ليث. يلا عطني الرمز أو خمن الرمز السري. يلا أعطيش الرمز؟ إيه؟ مرة واحدة فتح الخزنة. يا رب يا رب قول. قول ثلاثة. ثلاثة. تسعة. تسعة. ثمانية. ثمانية. أربعة. قول ياس. قول ياس. ثلاثة تسعة ثمانية أربعة. ها يا جماعة هل... يا رب ان شاء الله بالك الفوز. شو احساسك يا ليث؟ اسمك شو؟ ولد ولدك شو اسمه؟ شو اسمك؟ احمد. تبغى تفوز؟ قل لها ايه، احنا نبي نفوز. ايه نبي نفوز. يا رب قول يا رب. نبي الخد. تبى تفوز؟ قول أبا أفوز. قول أبا أفوز. أبا أسمع منك يا أحمد. يلا نبي نسمع الخزنة. يلا بابا يلا يلا يلا. ها يا جماعة. ثلاثة ثمانية أربعة. يلا. ألف 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 مبروك يا ليث. مبروك لك يا ليث. وينك؟ ربحت الجائزة، ربحت 153. ما وصلنا بعده، ما وصلنا يا ليث. ما موجودين بس ما نسمع حد. صار ربحت ربحت ربحت. خلونا نشوف. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا خلنا نشوف يا ليث. ليث بعده مو ليث ليث بعده مو مستوعب. ربحت معانا ثلاثة تسعة ثمانية أربعة. ألف ألف مبروك. 153,000 درهم تستاهل يا ليث. ألف ألف مبروك. ألف مبروك لك. تستاهل تستاهل تستاهل. أنت وولدك تستاهلون. يلا نروح الخزنة ونطلع الفلوس اللي فيها ونوصلها البحرين. أنا ما أسمعك. شو تقول يا ليث؟ تعال نطلع الفيزات. يا سلام يا سلام يا سلام يا ليث. يلا طلعي الفلوس وروحي للبحرين. وينك وينك يا ليث؟ تستاهل تستاهل تستاهل. ألف مبروك لك يا ليث. ألف مبروك لك ولكل العائلة ولولدك. يستاهل. ويا رب إن شاء الله تفرح دوم. وإن شاء الله يا جماعة الخير أنا مبسوطة. برنامج آخر كلام قاعدين يحطون مبالغ جميلة وحلوة تفرح الناس وتفرحني أنا. 153 ألف درهم صارت من نصيب ليث من البحرين. يا ليث خبرني شو شعورك؟ شو إحساسك؟ تراهن حلوة 153,000. هاي ليث عطني أبى أسمع. أتوقع الإرسال عنده يوصل بعد فترة عشان شيء وما يسمع. موجود موجود. أهلا وسهلا. قل لي شو إحساسك؟ فرحتك؟ فرحة العيد وفرحة الفلوس الجائزة الكبرى. مشكورين يعني. إحساس لا يوصف. ما قادر أعبر يعني. خلاص ليث لازم تينا. الفرحة مو طبيعية. الله يسعدك ويسلمك. تستاهل 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 يا ليث. مبروك مبروك مبروك.
ولكل المتصلين منار، نور، سندس، نيرة وأحمد، كل واحد منكم ربح 5000 درهم. ما حد يخسر في العيد مع تلفزيون دبي وفي برنامج آخر كلام. نطلع فاصل وراجعين لكم إن شاء الله. الفاصل ومستمرين في حفلة العيد ومستمرين في توزيع الجوائز. قبل شوي فاز ليث بالجائزة الكبرى اللي هي 153,000 درهم، والحين يا دور جزيرة ياس اللي مشاركة معنا في البرنامج. جزيرة ياس دخلت الخزنة بجائزة قيمتها 50,000 درهم. أنا الحين راح أخذ مجموعة من الاتصالات، وكل متصل راح أطرح عليه سؤال واحد، إذا جاوب علي صح ننتقل دايركت للخزنة وأرقام الخزنة بترتيبها العشوائي في 1799. خمنوا الرمز الصحيح للخزنة واربحوا 50,000 درهم. وناخذ أول اتصال ونقول ألو. السلام عليكم أختي ميثر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منو معاي؟ بارك العيد، أشكر السنة الطيبة، معاشر محمد من عمان. الله يبارك فيك، عساك من عوادة العيد. أنا عليك الصيد محمد. أنا عم صبر خيار. هاي محمد، تبى تفوز ولا لا؟ تبى عيدية ولا لا؟ أكيد. يلا ندخل على السؤال. إن شاء الله بتسوي. أنا اليوم ما عندي وقت حق السوالف، أبى دايركت الأسئلة، دايركت أبى أفوز قد ما أقدر. نشوف السؤال. من هو صاحب أغنية جانا العيد؟ عبد المجيد عبد الله ولا محمد عبده؟ عبد المجيد عبد الله، اخر كلام. ثبتوا له، يقول لكم بعد اخر كلام. والجواب صح. والحين عطني الرمز الصحيح للخزنه واربح 50,000 درهم، والارقام بترتيبها العشوائي 1799. 97 9 7 1 9 9 7 1 9. نشوف يا كنترول، والرقم او الرمز الجديد للخزنه او السر للخزنه موجود عندي في هذا الطرف. الرمز غلط، وناخذ مبروك 1000 درهم يا محمد. والحين ناخذ متصل ثاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا وسهلا، منو معاي؟ كل عام وانت بخير. وانتي بصحة وسلامة عزيزتي. منو معاي؟ وياتي يا عاش. وياتي عاشة. من وين؟ من البريمي. حي الله، حي الله بهالبريمي. الله يحييك، الله يحييك. زين، ندخل على السؤال دايركت. يلا فكري. جاهزة؟ جاهزين. يلا نشوف السؤال. يقول ما هي أكبر صحراء في الإمارات؟ صحراء الربع الخالي ولا صحراء الختم؟ الربع الخالي. ثبتوا لها يا جماعة. والجواب صح. الحين نحاول نفتح الخزنة يا عاشة، نجرب حظنا ونربح 50,000 درهم. قولي قولي. تحبين الأرقام على الشاشة؟ يا جماعة الأرقام اللي 1799 هذا كود جديد ترى. ها؟ أوكي. في الخزنة في 50,000 درهم. أعطيني رمز، خمني رمز أي للخزنة. أول الرقم السر الصحيح. 9917 9917. يا رب يا رب خمنتي الرمز الصحيح للخزنة تربحين 50,000. أبا غلط، ما عليه، ناخذ اتصال جديد ومبروك عليك الألف درهم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا وسهلا، منو معاي؟ هلين فيكي، رزان معي. هلا رزان، من وين تكلميني؟ من الأردن. حيالله بهالأردن.
اهلا فيك، عيدكم مبارك ان شاء الله. حبيبه قلبي علينا وعليك حبيبتي. يا رب. ندخل على السؤال دايركت. تفضلي. يلا السؤال يقول في اي سنه تم انتاج المسلسل الخليجي الكوميدي طاش ما طاش؟ عام 1992 ولا 2002؟ 1992. 92 ثبتوا لها يا جماعة. والجواب صح. هاي يا رزان. رزان معك. يلا قولي لي الحين الرمز الصحيح للخزنة. شوفي الأرقام قدامك بترتيبها العشوائي هي 1 7 9 9. 1 9. 1 9. 9 7. 9 7. يا رب يا رب. 1997 يا رب الرمز يطلع صحيح وتفوزين ال50 درهم. أفا الرقم غلط. مبروك ال1000 درهم. وناخذ اتصال جديد. سلام عليكم. حي الله. وعليكم السلام. مرحبا. الله يحييك. منو معاي؟ معاش موزة. موزة من وين؟ من السعودية. حي الله بهالسعودية. كل عام وانت بخير. وانتي بصحة وسلامة عزيزتي. عيدكم مبارك. الله يبارك فيك. ها يا موزة ندخل على السؤال؟ مو وقت سوالف الحين يا موزة. ندخل على السؤال. يلا السؤال يقول ما هي أكبر وأقدم واحة للنخيل في دولة الإمارات؟ واحة العين ولا واحة الهيلي؟ وينك يا موزة؟ الهيلي. واحد الهيلي. متأكدة؟ متأكدة. هاي يا جماعة الجواب صح. هي قالت الهيلي. الجواب غلط يا جماعة. نعتذر منك. الجواب الصح الجواب الصح هو العين. نعم. الحين خليك معنا. شوفي موزة. نعم موجودة. شوفي بما انك انت اول الخاسرين معنا فجزيرة ياس راح تعطيك فرصة عشان تعوضين خسارتك. وسؤال الحمد لله. وسؤال جزيرة ياس في حال جاوبتي صح راح تربحين 5000 درهم. ومثل ما تعرفون جزيرة ياس من الأماكن اللي أنصحكم تزورونها لأنها مكان مميز وتقدم لزوارها كل وسائل الترفيه وبالإضافة إلى التسوق والسياحة والأكل في المطاعم العالمية. السؤال يقول يا موزة انتبهي، ما هو المرفق الترفيهي الذي يحتضن أكبر نفق هوائي في العالم؟ كلايم أبو ظبي، عارم أفراري أبو ظبي. كلايم أبو ظبي. تبتولها. والجواب صح. مبروك ال5000 درهم يا موزة. ما حد يخسر معانا. في آخر كلام نطلع فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. نهل الشعب والقادة عدنا والبيت متوحد يا عساكم دمع وادة. نهل الشعب والقادة. بعدنا مستمرين وناخذ الحين اتصال جديد ونقول سلام عليكم. وعليكم. مرحبا. منو معاي؟ وياك رأفت من أبو ظبي. رأفت من أبو ظبي. حي الله. حي الله بهالأبو ظبي. الله يحييك. جاهز للسؤال يا رأفت؟ نعم جاهز. يلا نبدأ. سؤال يقول أين توجد قلعة البثنة؟ إمارة الفجيرة أو أبو ظبي؟ إمارة الفجيرة إن شاء الله. ثبتوه يا جماعة. والجواب صح. والحين
خمن الرمز الصحيح للخزنة واربح 50,000 درهم، والأرقام بترتيبها العشوائي 1799. يا رأفت إن شاء الله يا رب يا رب فالك الفوز إن شاء الله. نقول واحد واحد تسعة تسعة سبعة تسعة واحد تسعة 1979. هل تاريخ ميلادك هذا يا رأفت؟ ما أتوقع قريب منه. زين بس أنت أصغر. صح. يا رب إن شاء الله تفوز الجائزة الكبرى أو 50,000 درهم. نشوف يا رب. هاي يا جماعة أنا متحمسة. وايد متحمسة وايد. ما هي أو ما هو الرقم السري الصحيح للخزنة موجود معايا في هذا الظرف؟ هل تتوقعون رأفت راح يفوز بال50,000 درهم؟ يا رب إن شاء الله يا رب. اليوم في جوائز وفي مفاجآت حلوة يا رب. هيا كنترول أفتح الظرف ولا يلا. مبروك مبروك يا رأفت 50,000 درهم من جزيرة ياس. يا رأفت خبرني شو يعني لك هالرقم 1979؟ ولا بس كذي خمنت الرقم؟ لا والله يعني دي مناسبة هيك يعني. شو المناسبة؟ صراحة عيد ميلاد أخوي. الله الله معناته لازم تتجاسم الفلوس مع أخوك يا رأفت. نص بالنص 25-25. تستاهل. ألف مبروك لك يا رأفت تتهنى فيهم. وهذه أحلى عيدية من تلفزيون دبي تستاهل. شكراً العفو. والحين معانا المطربة لطيفة التونسية. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. اهلا وسهلا حبيبتي كل سنه وانتم طيبين. عاد عليكم وان شاء الله عيدكم مبارك. وعيدك مبارك ان شاء الله. استقبلناك على مشاهد من كليب واغنيه حنعيشها مره واحده. فشو نعم. سر الحياه والسعاده الحقيقيه؟ والله فاجأتيني بسؤالك. بس يعني السعادة الحقيقية إنه الواحد يكون ضميره مرتاح، إنه عايش حياته صح، إنه بيتعامل حلو مع كل الناس، وإحنا فعلاً هنعيشها مرة واحدة بنعيش فرحانين. أكيد أكيد أكيد. طيب شو يعني لك العيد؟ عدة أمنيات. أعطيني أمنية واحدة من الأمنيات اللي طلبتيها. إنه خلي أمي جنبي وتدعيني دائما واني انجح والحمد لله. الله يخليها لك يا رب. شو حابه تقولي لها من برنامج اخر كلام؟ نقول لها اخر كلام انك انت احلى ام في الدنيا، واني انا محظوظه بيك يا امي، وانا وامي بنشترك في حب الامارات الغاليه، هالبلد العظيم اللي محتضني منذ بدايتي، وبالذات تلفزيون دبي وابو ظبي. وبجد يعني الامارات بلدي الثاني بعتبره يعني. اصلا نحن وتلفزيون دبي نحبك واخترناك انت بالاخص
عشان تعيدين معانا على الشاشة الحلوة هذه. ونشكرك على هذا المداخلة وعلى وجودك معانا في البرنامج. بس انا عندي حبيبتي الله يسلمك انا وانتم طيبين وانت طيبه بس من الامارات وانا جايتكم قريب ايام ان شاء الله يا رب. بس لطيفه وين رايحه؟ انا عندي اسئله لك وايد. وين رايحه؟ تفضلي. استقبلتي العيد على السوشيال ميديا بصور لابسه فيهم ابيض. نعم. باينه ما شاء الله عليك مثل العروس. معقوله نشوفك عروس قريب؟ لا مش كل واحد يلبس ابيض يعني عروس. عارفين عارفين بس يعني حبينا اللوك واللون عليك وايد حلو. تسلمي يا عمري من ذوقك حبيبتي انت تسلميلي. انا حبيت اعيد على الناس باللون الابيض لانه من افضل الالوان. اكيد اكيد. وانت الالوان اصلا كل الالوان عليك حلوه. زين اللي يعرفك يعرف ان لطيفه ما تحب المشاكل، تحب الكل والكل يحبها. كيف تحمي نفسك من المنافسه والمشاكل اللي قاعدين نشوفها بين الفنانين؟ والله بالعكس الفنانين من اطيب الناس على فكره. يعني الفنانين دول كلهم احساس وكل صحيح انه في طبعا لابد منافسه، لكن انا بحاول ان انا اعيش المنافسه الحلوه اللطيفه، المنافسه اللي تشبهني. نعم. أنا بتعلم من كل حد يغني، من كل حد ناجح. نعم. من كل حد الناس بتحبه بتعلم منه، فأنا باخد البوزيتيف سايد في المنافسة. يعني يعني ما في عداوة، ما في مشاكل في الفن. مستحيل. أنا طيب. عمري ما أحب مشاكل لا في الفن ولا في الدنيا. اصلا معروف يا لطيفه انت محبوبه في بلدك وفي تونس وفي مصر وفي لبنان وفي الامارات والسعوديه وكل الخليج. شو سر نجاحك للحين في كل العالم العربي؟ والله اول شيء طبعا الحمد لله نحمد ربي على هالنجاح، واكيد وراها تعب، وراها مجهود، وراها حب كبير للي قاعده نقدم فيه من اعمال، وراها حب وقناعه كبيره بالفن. نعم. وراء حب لما أقدمه للناس، والحمد لله أكيد في الأول والأخير رب العالمين هو اللي ينجح. والنعم بالله. طيب أهديتي الإمارات أغنية بعنوان طبعا هي الإمارات. خلينا طبعاً نشوف ونسمع مقطع من الكليب وبعدين نتكلم. يعني. قدوة في المحبة والأمل والانفتاح، هي أنموذج حياة تختزل كل الميزان، هي فعلا أرض جنة أرض كل الأمنيات. شو حلوة الأغنية يا لطيفة. خبريني إيش كثر تحبين الإمارات؟ يا لا لا اتكلم عن اي حاجه الا عن حب الامارات. حب كبير، حب انا مولوده بيه، حب عظيم جدا للامارات من اول لقائي بالزعيم الخالد الشيخ زايد ابونا الغالي، طبعا الف رحمه ونور على روحه، للقائي بكل عظماء الامارات. نعم. سمو الشيخ محمد اللي يقول له كل سنه وانت طيب، اتشرف بغناء كلماته كذلك. فأنا الإمارات في دمي وفي روحي، والإمارات بلادي اللي احتضنتني ومن أول الناس اللي أعطتني الإقامة الذهبية، وأنا مقيمة في الإمارات والإمارات مقيمة فيا. أكيد أكيد. الله يحفظ شيوخ الإمارات والإمارات. أمين. النجمة العربية لطيفة التونسية نحييك وكل عام وأنت بخير، وأشكرك على هذه المداخلة معانا، ونحن دائما بانتظار أغانيك وكليباتك اللي كلها فرح وإيجابية وحياة، ونحبك وايد. وأنا اللي نشكرك برشا على هالاتصال، وموفقين وإن شاء الله عيد مبارك ينعاد عليكم بالخير. الإمارات كلها قيادة وشعب وأرض وجو، والله يحمي الإمارات. وإحنا نحبك برشا برشا. وأنا زيدة نحبكم برشا. الله يسلمك. وراح نختم الحلقة